بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم نتحدث إن شاء الله في مسألة عددية تتعلق بالمسجد الأقصى، تتعلق بالمسجد الأقصى. في البداية دائما لابد من مقدمات بالنسبة للأخوة اللي ممكن يكونوا بيحضروا لأول مرة. المقدمة الأولى مسألة حساب الجمل. ببساطة، العرب قبل الإسلام اخترعت رموز اللي هي أبجد هوز، وعد هذا من أعظم الاكتشافات في التاريخ، أن يتم اختزال كتابة اللغة في تقريبا 28 رمز أبجد هوز، وباقي الأمم فيما بعد أخذت عن العرب. المهم أنه العرب أعطوا كل حرف من هذه الحروف قبل الإسلام الكلام، كل حرف من هذه الحروف قيمة عددية، الألف واحد، الباء اثنين، بيستمر حتى الياء عشرة، بعد العشرة بصير 20 30 40 حتى القاف 100، بعد 100 بصير 200 300 حتى الألف غين. غين كثير لغات أخذت عن العربية بما فيها العبرية ولغات أخرى، واليونانية أخذت فكرة الأبجدية وأخذت القيم العددية المسمى عندنا بحساب الجمل. بحساب الجمل، إيش المقصود بحساب الجمل؟ إذا لما نأتي مثلا لاسم فرضا علي، الآن العين 70 واللام 30، هاي صار عندنا 100، والياء 10، هاي 110 جمل علي. هذا المجموع، إذا مجموع قيم الحروف علي. هذه المسألة الأولى باختصار. المسألة الثانية، هناك في اليوتيوب ما يقرب من ساعة إلى ساعتين إلى ربع نشرح فيها كيف تم استكشاف الميزان 456 من القرآن. هذا الرقم 456 هذا مسميه الميزان 456، تم استكشافه من القرآن الكريم. ومن ضمن فكرة الميزان أننا نأخذ 456 وجملها. إيش جملها يعني؟ 456 ومنعوض مكانهم بيكون النتيجة، مكان الحروف يعني القيمة العددية، بيكون النتيجة 1548. عنوان المحاضرة إيش؟ عنوان المحاضرة الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. طيب الآن هذا، الآن في تطبيقات من وقت استكشاف العدد 456، ولا تكاد محاضرة أو درس يخلو عددي يخلو من مسألة الـ 456، وكثرة الملاحظات هذه تدل على صدقية مسألة الميزان 456 المستكشف من القرآن الكريم. على كل، راح يكون في تطبيقات أيضا هم في هذا الدرس، تطبيقات في مسألة العدد 456 من البداية. في تطبيقات الآن مسألة الجمل، كما قلنا نحن قلنا بأنه بما أن الجمل هو من لغة العرب قبل الإسلام، أصبح لغة، هو من لغة العرب باعتباره اصطلاح عربي، إذن ما الذي يمنع أن يكون القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين أن يكون القرآن الكريم فيه جمل؟ الآن لدينا الآن أمثلة بمئات الأمثلة على أن الجمل موجود في بنية الألفاظ القرآنية، بحيث لو سأل البعض ما الدليل على وجود الجمل، نقول له وجوده في القرآن، أو ما الدليل على شرعية أو أن الجمل معترف في القرآن الكريم، موجود أمثلة كثيرة جدا. ولكن إحنا بنقصد الجمل اللي قبل نزول الإسلام كان موجود فقط، مجرد أنه الألف تعني واحد بس. أما فيما بعد، بعد الإسلام، كيف تم تطوير هذا الكلام واستخدم في شعوذة وغيرها، هذا كلام ما لنا علاقة فيه، مش هو موضوعنا. إذن اليوم نتحدث إن شاء الله في قضية تتعلق بالمسجد الأقصى، ويمكن قسمتها لجزئين. الجزء الأول يتعلق بالحدث الذي حصل في 14/7 تموز، يعني 14/7/2017، عندما حصل حدث ويوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، ولأول مرة من سنوات طويلة لم يصلي الناس في المسجد الأقصى الجمعة، وتفاعلت الأحداث ودخل اليهود المسجد الأقصى، وفي التفاصيل يعرفها الناس لأنها قريبة، واستمر الصراع بين الفلسطينيين واليهود. وفي 27
7/2017 اضطرت إسرائيل أن تسحب الكاميرات وأن تسحب البوابات الإلكترونية وأن تنسحب من داخل جنودها يعني من داخل المسجد الأقصى، واعتبر هذا انتصار للمقدسيين بالدرجة الأولى. وكان في تفاعل طبعا، تفاعل فلسطيني وتفاعل عربي وإسلامي وعالمي مع قضية الفلسطينيين، وكان للفلسطينيين موقف اعتبر انه هذا الموقف يعني مفاجأة للجميع ومفاجأة للإسرائيليين، وما كانت إسرائيل يعني تتوقع مثل ردة الفعل والموقف الصامد من المقدسيين بارك الله فيهم. المهم انه الحدث الانتصار حصل في 27/7/2017، واحنا متعودين وبكرر شيء قلنا سابقا، احنا نشبه موضوع 2022 بمصب نهر، نهر الاحداث. المصب هو 2022، كل الاحداث التي ترفد هذا المصب، الاحداث الهامة ذات الدلالة الكبيرة، كل الاحداث فحصناها فوجدنا انه كل هذه الاحداث ذات الدلالة والاحداث الكبيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية انه لها علاقة بمسألة 2022 ميلادي 1443 هجري. بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا هذه المسألة، نقول انه من سنة 1992 تم استكشاف انه هناك احتمال لزوال اسرائيل، زوال دولة اسرائيل احتمال، الاستكشاف هذا كان 1992، احتمال زوال دولة اسرائيل من فلسطين عام 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. الناس اللي بيعرفوش ينتبهوا انه 2022 توافق 1443 هجري. الان راح نلاحظ شيء عجب، انه هذا الحدث اليوم المحدد هذا هذا اليوم المحدد 27 يعني يوم خميس كان له علاقة ب 2022. نشوف، نبدأ الان في المسألة. ركزنا يا عماد هون في 27/7/2017 للميلاد كانت توافق 14/11 اللي هو ذو القعدة، 4/11 ايوه صح، احنا يا عماد لانه مرات بقول الارقام غلط، 4/11/1438 للهجرة. طيب هذا المجموع، جمعنا المجموع التاريخ كله 2159 زائد 1726 المجموع 3921. الآن هنا أول تطبيق لموضوع الميزان 456، 3921 ناقص 456، ولاحظ الميزان يا عماد أنا من لونه بهذا اللون بنفسجي. شو كان المجموع؟ 3465 المفاجأة إنه 2022 ميلادي 1443 هجري، وقلنا انه 2022 ميلادي توافق 1443 هجري المجموع 3465. ملاحظ العجب؟ هذا من اول استخدام للميزان. وكان ذاك يوم الخميس، هذا جمل الخميس 741 زائد مجموع التاريخ، التاريخ اللي هو يعني 27/7 وموافقه 3921 المجموع 4662. اللافت للانتباه انه نستخدم الان الميزان 456 مع 4662، 4662 ناقص 456 يساوي 4206. شوف العجب الان، 4206 هي المسجد الاقصى 636، لاحظ 636 هذا فتح عمر بالميلادي، عمر بن الخطاب، زائد 1187 فتح صلاح الدين، 2022 والمجموع 4206. شفت العجب؟ هذا لما أضفنا الخميس. طيب الآن نستخدم جمل ال 456 يعني 1548، هيو بالبنفسجي 4662 مجموع التاريخ كما قلنا الهجري والميلادي ناقص 1548 اللي هو جمل 456 يكون 3114. طب ما هو 3114؟ لاحظ العجيب، الأرض المباركة، هذا جمل الأرض المباركة، فلسطين 2022 للميلاد، هذا جمل 2022
وطبعا نحن في المحاضرات استخدمنا هذا الجمل كثير بالعشرات أو أكثر. إذن الأرض المباركة فلسطين 2022 للميلاد. طيب الآن لاحظ الجمال يا عماد، إنه بدل 7 منعوض مكانها إيش؟ تموز. هذا جمل تموز 453، 27 تموز 2017 للميلاد، المجموع 2641. شوف الجمال الآن في 2641. المسجد الأقصى فلسطين، لاحظ فتح عمر كان هنا في الإيش؟ بالميلادي، هون فوق هون هون بالميلادي الآن. وإذا نتفاجأ المسجد الأقصى فلسطين 15 اللي هي فتح عمر، 583 هجري فتح صلاح الدين، 1134 أيضا فتحات 1443. أيوة خليك منتبه يا عماد، ختيرنا لأنه 1443 المجموع كم؟ 2641. 2641 طيب ممتاز. بس أنت متأكد بالتصوير برضو؟ طيب بلاش بقى. طيب الآن شوف الجمال، انه مثل ما قلنا هون 27 تموز، شو لازم نقول هنا بعد 4 بدال 4/11؟ 4 ذو القعدة. هاي جمل ذو القعدة 916، 1438 للهجرة، شو يساوي؟ 2631. ايش 1631؟ فتح بيت المقدس. هذا جمل فتح المقدس 2022 ميلادي، كيفك؟ طيب نشوف الآن، طب نجمعهم اثنين مع بعض زي ما جمعنا في البداية بدون يعني 7 و11، الآن مع تموز وذو القعدة. 27 تموز 2017، 4 ذو القعدة 1438، لاحظ المجموع 4855. نذكر انه هذا اليوم هو الحدث لانتصار دخول الاقصى. ايوه بالميلادي والهجري. وعلى فكره ما تجيب عندي هنا هذا اليوم، على فكره الان ملاحظ انه من ذاك اليوم الى اليوم ازداد عدد المصلين في داخل المسجد الاقصى في الصلوات كلها والجمع بشكل ملحوظ من وقت الحدث إلى اليوم بشكل ملحوظ، وكأنه كثير من الناس على فكرة اتفاعلوا مع الحدث، وفي كثير تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الحدث هو اللي جعلهم يقبلوا على الله، وبالتالي الآن في ملاحظ موضوع الإقبال أشد بكثير. جيد لفت النظر لموقف بعض الإخوة اللي من غير دين الإسلام، الموقف المشرف يعني هو الآن يعني عفوا الناس كلها تفاعلت، وكان في ردة فعل يعني فاجأت اليهود بشكل عام. نرجع هنا، احنا جمعنا الآن التواريخ تموز وذو القعدة، فكان المجموع 4855. رجعنا منيح؟ طيب الآن 4855 ناقص 456 و456 شو أعطاني؟ الميزان وجمله. أيوة الميزان وجمله، جمل الميزان يعني جمل 456، كان المجموع 2851. 2851 هي فتح بيت المقدس 1443 للهجرة، لاحظ؟ وهو أيضا له علاقة بفتح صلاح الدين، فتح الأرض المباركة 27 رجب 583 هجري، لحد الآن كله له علاقة بالمسجد الأقصى. إذا صلاح الدين هو على فكرة دخل في 27/7 اللي هو 27 رجب، نعم 583 هجري 27/7 اللي هو 27 رجب، نعم نعم. الآن بدنا نضيف الخميس الآن زي ما أضفنا هناك، الخميس صار 5596. الجميل شو هو هذا؟ فتح الأرض المباركة 2022 ميلادي 1443 هجري، كيفك؟ إشي عجب يعني. طيب الآن جيب عندي هون، بعث أخ إلي في تقريبا مع انتهاء الحدث قال لي أنا ملاحظ إنه مجموع تاريخ الميلادي والهجري في يوم الجمعة اللي دخلوا فيه اليهود المسجد الأقصى، ويوم الجمعة اللي دخلوا فيه المسلمين الأقصى،
انه في المجموع الاعداد هو 3819 في اثنين في الجمعتين. هو بقول هو اعتبر انه هذا وقت يعني دخول المسلمين المسجد الاقصى. فانا قلت له لا، هو صحيح الملاحظه جميله انه 3819، لكن هو احنا ممكن نوجهها كالتالي. احنا هنا خلصنا موضوع الخميس، طب الجمعه في شيء؟ طب ليش الجمعه؟ لانه في جمعه ما صلوش فيها من سنين طويله، هذا لم يحصل. وفي جمعه الجمعه اللي صلوا فيها هي صار الخميس لما دخلوا، والجمعه والجمعه الان الجمعتين راح نلاحظ انهم متوافقات، وفي دلالة برضو في موضوع 2022. فإذا صار موضوعنا الخميس اللي انتصروا فيه ودخلوا، ثم الجمعة اللي منعت فيها الصلاة والجمعة اللي حصلت فيها الصلاة، نشوف العلاقة بينهم. الجمعة 14/7/2017 توافق 20/10/1438، 10 ايش بكون؟ شوال، مش هيك؟ شوال يا عماد. لم يصلي الناس في المسجد الأقصى. طبعا الجمعة 28/7/2017 الموافق 5/11/1438 عاد الناس إلى الصلاة في المسجد. طب نجمع الأرقام اللي لما ما صلوش فيها، 14/7/2017 ميلادي، 20 شوال 10 يعني 1438 هجري، المجموع 3819. مركز علي يا عمي؟ طيب نشوف الجمعة اللي دخلوا وصلوا فيها، 28/7/2017 ميلادي، 5/11/1438 هجري، شو المجموع؟ هون دخل ذو القعدة. ايوه هون 11 اللي هو ذو القعدة، الان صار 5. شو في عندنا هون؟ نفس الرقم 3819. ما هو هذا الرقم؟ شوف العجب يا عماد، فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، فلسطين، 2022. أنت لاحظت الجمال؟ لاحظت الجمال؟ فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، فلسطين، 2022. الآن حتى نضيع احتمال الصدف بدنا نضيف الجمعة، نضيفها لإيش؟ لاحظ، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فلسطين، الجمعة، هذا مجموع الأرقام سواء كانت الجمعة الأولى أو الثانية. تمام؟ تمام؟ نعم. طلع 5631. شو هو 5631؟ الأرض المباركة، المسجد الأقصى، 630 فتح عمر، 1087 فتح صلاح الدين، 2022، وكل هذه السنين ميلادي. ميلادي، تمام. الآن هذا الجزء الأول، جيب عندي الآن. لما نزلت أو نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لاحظ بعدها مباشرة: وآتينا موسى الكتاب. اللي بعدها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. صار في كلام عن الإفساد، الإفسادة، إفسادتين، إفسادة قبل الإسلام، لأنه هذا النبوءة نزلت في التوراة ابتداء، وعاد والله سبحانه وتعالى أنزلها مرة أخرى في القرآن، لأنه في جزء منها لا يزال حي متعلق بالمسلمين اللي هو واقعنا الحالي. في علاقة واضحة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولاحظ انه بمجرد ما ربط بينهم تحدث عن الافساد، ربط بين المسجدين. ويبدو انه هذا المحور، محور المسجد الحرام مسجد الاقصى، له دور في موضوع تحرير الاقصى. ويبدو انه لما بكون هذا المحور سليم كل شيء تمام، بتكون الامه وضعها تمام. عمر بن الخطاب كان طبعا المسجد الحرام ضمن سلطة عمر بن الخطاب لما جاء واستلم القدس. وصلاح الدين كان الحجاز
بما في مكة ضمن سلطة صلاح الدين لما جاء واستلم القدس. صلاح الدين فكأنه يعني في علاقة وطيدة بين المسجد الحرام اللي هو يمثل كما سبق قلنا في محاضرة سابقة أقصى الحرمات، وبين المسجد الأقصى الذي يمثل أقصى البركات. أقصى البركات، فعندما يكون محور أقصى الحرمات مع أقصى البركات سليم كله تمام، معناته الأمة في التمام. إذا فقد خصوصا هون فيما يتعلق بالأقصى البركات معناته في خلل في الأمة. ومن هون راح نلاحظ العلاقة اللي قائمة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، ولذلك راح يتفاجأ بعض الناس شو علاقة المسجد الحرام بموضوع 2022 والفتوحات أيام عمر بن الخطاب وصلاح الدين و2022 المحتمل، شو العلاقة؟ لا، ما هو يبدو أنه هذا المحور لابد أن يكون كله مع بعضه سليم تمام؟ وخصوصا أنه نتوقع أنه إذا 2022 بيحصل تقريبا بيكون انتهى الأمر قبل الوقوف بعرفة بسبعة أيام، وكأنه الوقوف بعرفة والحج سيكون فيه إعلان عالمي كما قلنا في علاقة وطيدة بين محور المسجد الحرام والمسجد الأقصى. في البداية جيد نلفت الانتباه لشيء، قضية قديما لفتنا الانتباه إلها، إن الله سبحانه وتعالى لما عرف المسجد الحرام إيش قال؟ للذي ببكة مباركة، وفق ما بكتب المصحف هذه جملها 1063، وعرف المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وفق ما بكتب المصحف هذه جملها 1063. نفس الجمل نفسه لغة أدق نقول الجمل نفسه تمام. فهون تمام 1063 هذا التماثل إيش يعني. طيب، في درس سابق قلنا للأخوة اللي بيحضروا الدرس إنه شو رأيكم تستخدموا جوجل إيرث تشوفون المسافة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. في النهاية تبين انه وفق جوجل ايرث انه المسافة التقريبية ايش بسيط يعني الفرق بالكيلومترات 1235 كيلومتر. كانت المفاجأة الاولى، لاحظ الان خلينا نيجي للوحات. إذن المسافة من قبة الصخرة إلى الكعبة وفق جوجل إيرث هي 1235 تمام؟ هذا الأبعاد الأسوار، على فكرة أسوار الأقصى من الجهة الغربية 488، من الجهة الشرقية 466، من الجهة الشمالية 310، من الجهة القبلية الجنوبية 281 متر. مجموع هذول الثلاث على فكرة اللي هم تقريبا بمثل الأسوار، لأنه الجهة الشمالية هاي 310، هذه الجهة الشمالية على فكرة مبني البنى المدينة مباشرة، أما الجهات الثلاث الباقية تقريبا معظمها أسوار، السور الأول السور الثاني السور الثالث. كم المجموع يا عماد؟ 1235 متر، بس المهم الرقم نفسه أو البعد بين الكعبة و البعد بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 1235 تمام؟ طيب لاحظ، طب وإذا أضفنا القبلي، عفوا إذا القبلي لا أضفناه، القبلي مضاف من أول، إذا أضفنا الشمالي الشمالي وهون جيب عندي هون يا عماد، واحنا سبق لفتنا الانتباه انه بعض الباحثين لفت انتباهه انه اسس الاسوار، اسوار المسجد الاقصى باعتبار المسجد الاقصى 144 دونم اصلا، وهي اللي في داخله ابنية داخل المسجد الاقصى. لاحظوا انه اسس الاسوار، نقصد الاسوار الثلاثة، انه قديمة اقدم من الاسلام. طب وإذا كانت هذه الأسوار أقدم من الإسلام، شو تفسير إنه هذه الأسوار الثلاثة هاي اللحظة الغربي
القبلي الشرقي رايحة قبلة. إذن هو من أول يوم هو مسجد قبلته الكعبة. معناته تصفى زعم اليهود فيما يسمى بحائط البراق اللي هم بيقولوا له حائط المبكى، إنه هذا حائط من أيام هيرودس وتفاصيل. طب ممتاز، فسروا لنا ليش رايح قبلة. ولذلك أنا لما أخذت هاي الأسوار الثلاثة بالذات الآن طلع المجموع كم؟ 1235. هذا عجيب، 1235، ويخلي الرقم هذا في الذهن الآن لأنه رح يجي كمان 1235. طب إذا أضفنا البعد الرابع هذا اللي هو يعني مش أسوار بقدر ما هي يعني بنى المدينة ومدارس و... أيوة حد. فكان المجموع هاي المجموع الأربعة 1545. العجيب أن هذا 1545 هو 2022 للميلاد. أنت بلاحظ العجب؟ 2022 للميلاد. طيب ممتاز. والآن المفاجأة في هذا العدد 1235، والمفاجأة أيضا في الميزان 456. ف 1235 اللي هو شفنا المسافة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لما بنفحصه هاي عندنا 1235 ناقص 456 هاي تطبيق هون المفاجأة 779. فما هو 779؟ الجميل أنه المسجد الحرام زائد المسجد الأقصى. إذن جمل المسجد الحرام زائد جمل المسجد الأقصى. طيب الآيات التي ذكر المسجد الحرام والبيت الحرام ذكر فيها يعني أو التي ذكرت يعني هون لازم يكون تاء يا عماد مش هيك؟ خلص انتهى، مفهوم مفهوم. ذكر فيها ولا بلاش نضيع وقتهم الآن. الآيات التي ذكر فيها المسجد الحرام والبيت الحرام هذه أولها، أول آية ذكر فيها المسجد الحرام الآية 144 البقرة. وفي بعض الأخوة وأنا أتكلم لفت الانتباه للطيفة قال طب ما هو المسجد الأقصى 144 دونم، يعني ماشي مقبولة. البقرة وهي 149 البقرة، 150 البقرة إلى آخره. آخر شيء إيش؟ واحد الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مجموع أرقام هذه الأرقام الآيات هو شوف الجمال كم يا عماد؟ 1235. مش عجيب هذا؟ مجموع أرقام الآيات من بداية ما ذكر المسجد الحرام إلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني لما التقى المسجد الحرام بالمسجد الأقصى كان المجموع كم؟ 1235 في غاية الغرابة. طيب الآن طب لاحظ، طب افرض انه قلت انت هيك 144 البقرة واخذت جمل البقرة، 149 البقرة اخذت جمل البقرة، 150 البقرة وظلتك ماشي مثلا حتى وصلت 2 المائدة تأخذ 2 وجمل المائدة، 97 وجمل المائدة لعند ما توصل 1 وجمل ايش؟ الإسراء. الإسراء هاي أنا ما أعطي الجمل على فكرة، وهي لأنه في البقرة وردت 6 مرات، هاي جمل البقرة وردت 6 مرات، وهي جمل المائدة وردت مرتين، المسجد الحرام والبيت الحرام المهم، هاي جمل الأنفال اللي وردت فيها مرة واحدة، هاي جمل التوبة اللي وردت 3 مرات فيها، وهي جمل الإسراء. المجموع كم يا عماد؟ 4011. طب شوف شو ال 4011 جمعنا، اذا ارقام الايات مع جمل اسماء السور شو كان؟ 5246. لاحظ الجمال الان، ناقص 456 456 شو كان هو؟ 3242. شو هو 3242؟ فتح الارض المباركة، المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. تمام؟ طيب شوف يا عمان، هذه الاشياء اللي انا راح يجدوا عديد منها هون يعني مصغرة، مش ناوي أشرحها لأمور ثانية، يعني هذه فيها تفصيلات.
طيب شوف الجمال يعمل كمان. طيب جيب عندي هون شوي. طيب لو عدينا عدد الآيات، عدد كلمات هذه الآيات، على فكرة عدد كلمات هذه الآيات ماشي. بعد هيك طب ما هو عدد الآيات؟ احنا اخذنا ارقام الآيات ثم جمل السور، الآن راح ناخذ عدد كلمات هذه الآيات. طيب وعدد الآيات من بداية لعند سبحان الذي أسرى بعبده كم آية؟ خلينا هون نشوف. هذا عدد الآية 144 البقرة، وهذه الآية اللي بعدها، وهذا عدد لعند 8 لعند قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. احنا هون ماخدين كلمات الآيات. أيوة لعند إيش؟ الحرام. دير بالك بدون ما أكمل الآية. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا هو 418 جمل المسجد الحرام. يا سلام. جمل المسجد الحرام. عدد الكلمات إذن لعند سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، الحرام هو 418 اللي هو جمل المسجد الحرام. تمام. طب إذا بدأنا العد من الآية 144 البقرة إلى الآية الأولى من سورة الإسراء يكون العدد كم يا عماد؟ 1880 آية. طب نستخدم الميزان 456 شو بعطينا؟ 1424 هو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لاحظت المجموع 1424، ملاحظ الجمال؟ شوف هنا أعطانا المسجد الحرام، هون المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طب إذا بدأنا العد من الآية 144 البقرة إلى آخر آية ذكر فيها المسجد الحرام في سورة الفتح، على فكرة 27 سورة الفتح كان آخر ذكر للمسجد الحرام، يكون العدد هو كم يا عماد؟ 4460. شوف انت كيف، انت لاحظ انه بناخذ الاحتمالات كلها. 4460. قبل هيك لاحظ اخر آية ذكر فيها المسجد الحرام هي الآية ايش؟ 27، وهي جمل سورة وهي الفتح. اذا هيك 27 سورة الفتح شو اعطانا يا عماد؟ 817. بعد شوي ممكن نعرف شو 817، بس خلينا هون. وهذا جمل ايش؟ هذا جمل 1235. المسافة أيوة. وكل الأصوات 1235. وبدي انتبهوا هون، ومئتان ليش كاتبها بألف أنا؟ هو لاحظ انه يا عماد مئة، او جيب عندي هون، جيب عندي هون من ناحية اللغة هو تكتب ماء في المصحف، تكتب ماء ولكن لا تلفظ إلا مئة، فيش في العربية ماء، في العربية في مئة، فأنت بإمكانك تكتبها بدون ألف وبإمكانك تكتبها ألف، لكن في المصحف شو مكتوبة؟ بألف. فلذلك لما أخذنا هون ألف ومائتان لأنه وفق الكتابة المصحف، وخمس وثلاثون، لاحظ ثلاثون بدون ألف لأنه القرآن بكتبش مثلا جم ألف في كلمة ثلاث مثلا. ارجع. طيب هذا جمل المسافة، هذه آخر آية ذكر فيها إيش؟ البيت الحرام، مسجد الحرام. لاحظ وهذا جمل إيش؟ 1235. العجيب إنه الآية الأخيرة، إذا بتأخذ الآية الأخيرة اللي وبتضيف 1235 وجملها، جمل 1235 شو بكون؟ 4460 اللي طلع معنا فوق، اللي هو بدأنا العد من البداية للنهاية لعند الآية نفسها هاي. شفت الجمال؟ إذا هاي أجا معنا كمان مرة 1235 وجملوا، وهذا إيش اللي هو 27 سورة الفتح اللي هي آخر آية. وعلى فكرة هذا الرقم هو عبارة عن، إذا قمنا 456 منه اللي هو 817، قيم منه 456 بيبقى المسجد الأقصى، بيبقى المسجد الأقصى. طيب هذا الرقم 4460 ناقص 456 شو يساوي؟ 4004. شو هو 4004؟ شوف الجمال الآن،
المسجد الأقصى 1235-1235. كيف أقبل الله؟ ها؟ اللي هو زي ما قلت لك لما هذا هو نقيم 456 بظل المسجد الأقصى. شوف الجمال، 1235-1235. طيب، والآن استطراد في هذا الرقم 4004. والحقيقة في استطرادات كثيرة، لكن هون بدي استغل يعني هذه الفرصة حتى نشوف انه التعقيدات الموجودة وايش احتمالات الصدفة، ايش احتمالات الصدفة. قبل ما استطرد هنا، نستخدم كثير في مسألة 2022، نستخدم كثير العبارات التالية: فتح الأرض المباركة، فتح بيت المقدس، فتح الأرض المقدسة. ومعروف أنه الأرض المقدسة هذا تعبير قرآني، وأيضا الأرض المباركة مستمد من القرآن، وبيت المقدس هذه التسمية اللي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ووردت في الأحاديث الشريفة، بيت المقدس. إذن وعندنا إثباتات كثيرة أنه هذه التعبيرات لها دلالات. مثلا فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى المجموع، إذن فتح بيت المقدس المسجد الأقصى المجموع هو 2022 ميلادي، هذه عجيبة. أيضا فتح الأرض المقدسة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين، العجيب أنه يساوي 2022-2022. وهناك إثباتات كثيرة مدهشة أنه هذه التعبيرات الثلاث اللي بنستخدمها الثلاثة، هذه التعبيرات مثبتة، أولا كونها كما قلنا ألفاظ قرآنية أو ألفاظ في الحديث الشريف، ثم في التطبيق شيء عجيب. الآن هذا العدد 4004 اللي عرفنا كيف جاء، بدنا نستخدم معه أولا الآية الأولى من سورة البقرة، أقصد الآية 144، أول كلام في المسجد الحرام 144 البقرة. نشاهد الآن في اللوحة، أربعة آلاف وأربعة يا عماد ناقص 144 اللي هو رقم الآية، وهي جمل البقرة، شو أعطاني؟ 3522. وما هو 3522؟ هو فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، 1443 هجري. لاحظ الآن، هل كنت بدنا نصعد نخصم من 4004 الآية 144 سورة البقرة، هذا جمل البقرة، شو أعطاني يا عماد؟ 3251. طب لاحظ الجمال، 1443 1443 شو أعطاني؟ 3251. الآن بدنا نصعد أكثر، 4004 ناقص الآية 144 سورة البقرة اللي ترتيبها في المصحف البقرة كم؟ رقمها 2. نعم 2. شو أعطاني؟ 3249 هو جمل بيت المقدس، لاحظ الأرض المقدسة، الأرض المباركة، بعيد يا سلام، بيت المقدس، الأرض المقدسة، الأرض المباركة، 3249. الآن بما أنه الأرض المباركة والأرض المقدسة تعبيرات قرآنية، فما علاقتها ببيت المقدس اللي هو مستمد من السنة؟ لاحظ الجمال الآن، الأرض المباركة زائد الأرض المقدسة، بدنا نخصم منها بيت المقدس اللي هو التعبير إيش؟ المأخوذ من السنة، تمام؟ لاحظ إيش 1955 هون، أنا إحنا غلطانين هون شوي بالله،
نحط 5 إذا 1955 وهي نسيبها 1955 1955 هو فلسطين 1443 للهجرة تمام؟ طيب الجميل ما علاقة برضو الأرض المباركة والأرض المقدسة بالميزان 456 456 لما نطرح 598 598 598 هو 15 فتح عمر زائد 583 فتح مين؟ صلاح الدين. صلاح الدين. لاحظ انه بهذا الشكل تحصل عندنا الفتوحات الثلاث بالهجري، لانه كانت النتيجة اذا بتلاحظ هنا في 1955 كانت النتيجة فلسطين 1443، هاي 1443، فلما تعاملنا مع الميزان ايش اعطانا؟ فتح عمر وصلاح الدين من ناحية ايش؟ الهجري. الهجري. طيب هذا جمل ايش يا عماد؟ الصخرة. وهذا ايش؟ هذا الرقم 309 المعروف عن اثريته. هذه كلمة اثريته ابصر شو في بلاد تاني بيعرفوا شو هي؟ بيعرف شو معناتها اثريته؟ تبين يعني تبين لنا اثريته. طيب او مش تبين لا في المهم المهم ال 1265 كاينة شو هي عماد؟ كاينة شو هي؟ جمل الصخرة 309 جيب علي هون مرتبط بالكهف. يعني في من سنوات كتاب كتيب من 100 صفحة تحت عنوان أصحاب الكهف وصخرة بيت المقدس، وحاولنا نشوف إذا كان فعلا الكهف الذي تحت الصخرة، وهو عندنا الصخرة اللي بني فوقها كبة الصخرة في تحتها كهف، هذا الكهف ترك كمان ترك تمية الكهف نفسه. نعم. تبين لنا انه هناك احتمال كبير انه كهف اصحاب الكهف. هذا ملخص الكلام في كتاب من 100 صفحة موجود على صفحة مركز نون، وفيما بعد جت أدلة أخرى تؤكد أنه ممكن صح يكون الكلام. فلذلك صار مفهوم ليش ممكن يكون 1235 الآن هي عبارة عن الصخرة 309، لأنه 309 مرتبط بإيش؟ بلبث أصحاب الكهف. بلبث أصحاب الكهف. طيب الآن راح لقدام شوي يبين معنا أنه فعلا 309 وعلاقتها بالصخرة الكتب بيّن، بس هي ابتداء الصخرة جمل الصخرة زائد 309 يساوي 1235. أنا قلت أنه لأهمية هذا الكهف لما بنوا قبة الصخرة تركوه زي ما هو، معناه بدون مش يلعبوا فيه. يعني عندهم معلومات. طب الصخرة إيش هي؟ هي يبدو أنها هي أرضية المسجد الثاني اللي بين، طبعا المسجد الأول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، مساحة المسجد الثاني اللي هي الصخرة هاي ضعف مساحة الكعبة. الكعبة بس الكعبة يبدو كثر الناس اللي هو بيت الثاني اللي بينهم 40 سنة. ولذلك عبد الملك لما بنى، عبد الملك هو أصلا عاصر الصحابة وهو تابعي، وانتهى البناء منها ب 72 هجري القبة، قبة الصخرة 72 هجري، كانوا الصحابة موجودين، فمعناته عبد الملك والصحابة فاهمين أهمية هذا المكان لما بنيت الصخرة. فالآن نرجع هون، نرجع هاي الصخرة 309 1235 وهذا جمل 1200 ومائة برضو المهم و35 تمام؟ نعم. شو هو هذا؟ أولا هذا الجمل العجيب إنه جمل 1235 هو المسجد الأقصى فلسطين. لاحظ هذا 1443. جيب عندي يا عماد المسجد الأقصى فلسطين 1443. طب لا أنا بدي أقول إشي ثاني، المسجد الأقصى فلسطين
300 سنين وازدادوا 9. نفس الشيء. اي الشيء نفسه. اللي هو ايش؟ انه اذا جمل 300 سنين وازدادوا 9 اللي هو 1808 هو نفسه جمل 1443. تمام؟ فاذا هون خلينا نعتبره هو جمل 300 سنين وزادوا 9 لانه مرتبط. ايوه تمام. اذا المسجد الاقصى فلسطين 300 سنين وزادوا 9 يساوي 2408 جمل 1235. الصخره 309 اعطى هذا مش هيك عماد؟ طب ليش ما نضيف للصخره جمل 300 سنين وزادوا 9؟ تمام؟ لاحظ شو أعطى؟ 2734. 2734 بدنا ننقص منه هذا. اقرأوا الرقم أشوف. 547. جيب عندي. 547. عارف إيش يا عماد؟ 547. صرت أعرف. هذا هو جمل عبد الملك ابن مروان، وهذا أول ظهور له الآن، ولكن من هون لنهاية الدرس بيكون إن شاء الله ظاهر 15 مرة اللي بنى قبة الصخرة. عبد الملك ابن مروان كان من كبار فقهاء المدينة قبل ما يصير خليفة، ورجل دولة من الطراز الأول. وانت لما تنظر لتاريخ بني أمية تجد انهم بنوا دولة هائلة لم يعرف التاريخ لها مثيل في اتساعها، ولم تبلغ الدولة الإسلامية اوسع مما بلغته في زمن دولة بني أمية، بعدهم صارت تتقلص. 2 كانت متماسكة. 3 كانوا المسلمين حريصين على نقل الدعوة لهذه الأمم وإدخال الناس في الإسلام. 4 بناء حضاري هائل. كل اللي شفته فيما بعد من علوم وكذا اخر اللي اسسوا له مين؟ بني اميه. طب لما نجد الثمره هاي، الثمره الهائله اللي ما بقدر ينكرها احد، بروحوا بركزوا لي على فكره على قال معارك حصلت هون وهناك. طب تحدثوا لنا عن التاريخ الحضاري وعن بناء الدوله الهائله هاي، كيف قدروا يسيطروا على المسافات من اقصى افغانستان لفرنسا ومن سيبيريا لأواسط إفريقيا، دولة واحدة ماسكينها بهذا الشكل وكله تمام والشعوب تسلم ويبدأ العلوم والحضارة. إيش هذا؟ بروحوا بدرسونا بيجمعوا لك تاريخ المعارك في هذه الدولة الهائلة عبر العصور كلها، قال وكلك شوف المسلمين طول عمره في معارك. ولو أخذ دولة صغيرة اليوم، تاريخ دولة صغيرة مساحتها 5000 متر مربع ها، بس مش كذا مليون، بتاريخها بتلاقي في معارك أكثر في اي بلاد ثانية يعني. مش هيك؟ هذا كله التركيز على ما ادري ليش التركيز على التاريخ السياسي مش الحضاري. وين الحضاري؟ بعدين اصلا المسلمين كانوا حتى مع وجود اسماء مختلفة كدول اسلامية، المسلمين ما كانوش يعرفوا حدود كشعوب، وممكن يمر من بلد لبلد وهو مش عارف مين الحاكم، انه هم بني العباس ولا بني امية. مفتوحة البلاد كانت، هاي معنى الخلافة الاسلامية، انه الشعوب مفتوحة على بعض، انما فوق يعني زي ما تقول اليوم فرضا اعطيك مثال، اليوم الولايات المتحدة كل ولاية لها رئيس، بس الامريكي بروحه بيجي في داخل الولايات المتحدة بدون اشكال، يعني بيهموش يعرف مين رئيس هون ومين رئيس هون. انت ملاحظ في الدولة الاسلامية بهذا الشكل، خلص مفتوحة البلاد، فيش شيء اسمه مسلم ويمنع من انه يسكن يذهب يتاجر يستقر الى اخره، ما فيش قضية. من هون قضية انه والله كان هذا حاكم هون وهذا حاكم هون، مش قضية. على كل هذا كله بعد بني امية، هذا حاكم هون ومش هون، بعد بني امية هو انتهت دولة بني امية 132 هجري. فمعناته احنا لابد انه نعيد النظر في تاريخ بني امية الذي زيف كثير. طب ليش زيف كثير؟ لانه اصلا هم ما كتب التاريخ في زمنهم، كتب التاريخ بعد زوال دولتهم. 2 معظم اللي كتبوا التاريخ اما كتبوا طبعا في زمن بني العباس اللي هم عادين لبني اميه، او من الشيعة الحادين على بني اميه،
وأنا رأيي إنه أي شيء بيحقد عليه الشيعة معناته إشي كويس. يعني الشيعة بيحقدوا على عمر، وطب عمر ما كل الأمم تفتخر بعمر حتى الكفار، بيحقدوا على أبي بكر، أبي بكر بيحقدوا على الصحابة، الصحابة بيحقدوا على بني أمية. لطيف، هذا لصالح بني أمية أصلا. ليش؟ فهون وإذا كان الشيعة بدهم يقولوا إنه بني أمية مثلا سرقوا الخلافة من من علي أو من بني، معناته بني أمية أقل ذنب منكم. ليش؟ لأنكم أنتم بتزعموا إنه الله ورسوله أعطوا الخلافة لعلي، وهذا بهتان كبير، هذا أصلا إدخال في الدين وهذه وثنية. تمام؟ هذولاك ما كانوش يقولوا إحنا حقنا ديني، هذولاك خلاص كأنه الشعوب كانت خلاص رضيت فيهم، إلى درجة إنه واحد زي عبد الرحمن الداخل تصور يطارد فرد واحد بمجرد ما وصل الأندلس وهو أموي، أقام دولة بس عرفوا إنه هو الأمير. في إشي لازم نبحثه، أهم شيء شو اللي نبحثه؟ نعود ندرس التاريخ على ضوء علم أصول الحديث، أصول أصول الحديث. وأي شيء لا يثبت إحنا ما بلزمناش، يعني إحنا مش هواية إنه بنجمع يعني إيش ما يقال، إيش ما يقال، لا مش إيش ما يقال، لابد أن يثبت. ليش؟ لأنه القضية حساسة، وفي تناقض كبير بين ما فعلوا بني أمية وشفناه إشي خارق، وبين ما يزعم أحيانا. طب لا نفهم شو القصة إذن إحنا، كيف ممكن نفهم؟ نفهم بموضوعية، منطبق علم أصول الحديث على الرواية التاريخية المتعلقة ببني أمية، وأي شيء ضعيف من قيمه وبعدين نشوف. تمام؟ ولذلك عبد الملك مفترى عليه كثير. طب شو هو عبد الملك؟ تمام؟ طب ما هو شوف شو عمل عبد الملك في الإسلام، ماخذ الخلافة بالوراثة، فهمنا هذه طبعا شو معنى فهمنا. أنا بدين أي واحد ما بيكونش الأمة راضية عنه، بس هل عبد الملك كانوا راضين ولا مش راضين؟ هذا موضوع تاني. يعني ما هو يعني كيف ممكن يبين الرضا؟ اليوم في أساليب نعرف فيها الرضا، قديما كان في أساليب تانية. واحد زي عبد الرحمن بمجرد أنه أمير أموي بيروح للأندلس بيقولوا له يا حبيبي وبصير بيقيم الدولة، شو يعني هذا؟ شو المعنى؟ كيف بده يقيم الدولة هو بدون الناس معاه؟ مش زي اليوم، مش زي اليوم جيوش تصنع وتصنع عبيد وفقط تسترق بالأموال. تمام؟ هذا الأمر مختلف، يعني النظرة يجب أن تكون موضوعية أكثر. طيب جيد، يعني جرائم الشيعة أكبر لما بيفتروا على الدين، هذا ما افتروش على الدين، هذولك افتروا في السياسة. تمام؟ ما قالوش الله قال لنا ولا الله جعلنا إحنا الحكام، بيقولوا الناس راضية، إذا صحيح الناس راضية ولا مش راضية مش وقته. تمام؟ أما الله قال لكم أنتم؟ قالوا أبدا. شو الله قال؟ أما شوفوا جرائم الشيعة لما يقولوا الله قال إنه علي، هون افتراء على الدين وإدخال فيما ليس منه وثنية، وثنية يعني رجوع للوثنية. طيب نرجع الآن، نرجع لعبد الملك. عبد الملك، فهذا الصخرة اللي بناها طبعا بنا فوقها عبد الملك 1300 سنين وزاد 9. طب ليش؟ لأنه احنا قلنا شفنا انه الصخرة 309 تساوي 1235، الرقم اللي صار مشهور الآن. 926 الصخرة 1808 300 سنين وزاد 9 2734، 2734 ناقص عبد الملك بن مروان، جمل عبد الملك بن مروان ايوه يساوي 2187. شو هو هذا؟ هذا 583 للهجرة فتح صلاح الدين، وكانت وقتها 1187 للميلاد. جيب لعندي هنا المعنى، انه راح يلاحظوا انه المسجد الاقصى كان بيرسم تاريخ الفتوحات الثلاث بعد الاسلام. هاي اول ما شفنا، شفنا الان فتح صلاح الدين ميلادي وهجري. منين شفنا؟ في علاقة الباني اللي هو عبد الملك بن مروان في الاشي اللي شفناه. تمام؟ هاي اول ملاحظة، راح يلاحظوا انه كل الفتوحات. طب الان نفرض هاي صدفة يا عماد،
طب نشوف هاي 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 الرقم نفسه 2734 هاي 2734 تمام. شو نقصت منه هالمرة؟ مش بس عبد الملك ابن مروان والسنة اللي بنيت فيها القبة الصخرة وتمت فيها الصلاة لأنه أخذت عدة سنين. هي دخلوا المسلمين وصلوا في 72 هجري 691 ميلادي. طيب هيو 2734 ناقص عبد الملك ابن مروان 691 لما صلوا شو أعطانا؟ 1496. شو هو هذا؟ لاحظ شو هو فتح بيت المقدس المسجد الأقصى. طب فهمنا. وإيش كمان؟ 2022 ميلادي هي نفسها هي نفس المجموع. مجموع فتح بيت المقدس المسجد الأقصى يساوي نفس مجموع 2022 ميلادي. هاي الفتح الثاني. شو اللي أضفنا؟ أضفنا فقط السنة على عبد الملك بن مروان. هاي عبد الملك بن مروان صار شفنا مرتين. نشوف الصخرة لما أضفنا لها 309 يا عماد أعطتنا 1235 صحيح؟ ولما أضفنا لها 300 سنة وزاد 9 شفنا شو كانت النتيجة. الآن بدنا نضيف 2 309 و300 سنة وزادوا 9 شو كان الناتج؟ 3043. ايوه. طب الان شوف عبد الملك بن مروان لاحظ 3000. شوف انت ملاحظ الجمال الان 3043 عبد الملك بن مروان ناقص عبد الملك بن مروان 691 للميلاد شو اعطاني؟ 1661. شوف المفاجأة 1443 هجري يساوي 1661. غريبة. طب انت بتلاحظ في مجال للصدف. لاحظ الطريقة هون اول شيء بتنقص هذا بعدين هذا زائد هذا لاحظ بعدين هذا زائد هذا زائد شيء عجيب. هون بعطيك 2022 هون بعطيك 1443 ايش هذا؟ طيب معناته بدنا نشوف يا عماد علاقة 300 سنين وزادوا 9 ب 309. طيب نجمعهم كان المجموع 2117. ايش هو 2117؟ هو 2022 ميلادي. كيفك الجمال؟ طيب ممتاز. النقص من 2022 ميلادي عبد الملك بن مروان. يعني هلكت الشيعة على فكرة مش رح يعجبهم الوضع لأنه عبد الملك بن مروان. طب ليش هذا بيظهر هون؟ هذا رح يكيدهم على فكرة ويكيد كثير من المحرفين للتاريخ. لاحظ إذا 2022 ميلادي ناقص عبد الملك بن مروان شو يساوي؟ 1570. إيش 1570؟ لاحظ فلسطين 1187 للميلاد فتح مين؟ صلاح الدين. راح تلاحظ انه بتكرر فتح صلاح الدين وفتح عمر وفتح 2022. طيب الان 2022 قبل شوي شو اضفنا له؟ لاحظ او شفنا هو مجموع ايش. الان بدنا نضيف ل 2022 ميلادي هاي 309 شو اعطاني؟ 2426. 2426 بدنا ننقص منها السنة اللي انتهى من بناء عبد الملك بن مروان انتهى من بناء ايش؟ قبة الصخرة بس بالهجرة. هيو للهجرة. هذه للهجرة 72 للهجرة. شو اعطاني؟ 2081. شوف الجميل في 2081 1443 للهجرة 1443 للهجرة. طيب لاحظ طب ننقص منه السنة الميلادية. السنة الميلادية لبناء قبة الصخرة. لبناء قبة الصخرة شو أعطاني؟ 1735. شوف 1735 هذا رقم بتكرر. أولا لاحظ شو هو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 72 تاريخ الهجري 1735. طيب وهو أيضا فتح بيت المقدس المسجد الأقصى فلسطين. عجيب. وهو أيضا فلسطين 2022 ميلادي. شو بدك أجمل من هيك؟ طيب لاحظ الآن بدنا نستخدم مع هذا الرقم عبد الملك ابن مروان مشان نبسطوا الشيعة زائد عبد الملك ابن مروان 72 شو أعطاني يا عماد؟ 2354. شوف شو هو 2354 المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 691 اللي هي السنة ايش؟ الميلادية الموافقة ل 72 هجري. كمان مرة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 691. شيء عجيب. طيب نقيم من هذا الرقم الأصلي اللي شفناه من أصله هذا هذا نقيم منه أو يعني نخصم يعني 456 و456 شو أعطاني يا عماد؟ 422.
422 هذا عنوان سورة الأقصى، سورة الإسراء. 17 ما هو ترتيبها في المصحف، اسمها الإسراء، عدد آياتها 111، المجموع ايش 422. طيب الآن 2022 كانت هناك، أضفنا لها ايش يا عماد؟ 2022 ميلادي أضفنا لها 309 مش هيك؟ الكت بدنا نضيف لها، بدنا نضيف لها 2022 ميلادي، بدنا نضيف لها 300 سنين وزادوا 9. شو عطتني؟ 3225. 3900. او 3925، ايوه دير بالك لانه اختيارنا. اذا 3900 وايش؟ اختيارك معك. 3900 وايش؟ و25. 25. 3925 ناقص 456 شو يساوي يا عماد؟ 3469. شوف العجب. 1443، 1443 هجري شو تساوي؟ 3469. يعني التاريخ الهجري كرقم وجمل 1443، 1443 هجري. طيب نشوف. طب شو رأيك نضيف اثنين يا عماد؟ هاي 2022 للميلاد ميلادي، مرة ضفنا له 309 ومرة ضفنا له 300 سنة وزادوا 9، وهي هون منضيف ايش؟ الاثنين. شو المجموع؟ 4234. ايه منضيف، منشوف مع 456 الميزان، 4234 ناقص 456 الميزان يساوي 3778. شوف العجب الآن، 2022 ميلادي، 1443 هجري يساوي 3778. بدك أجمل من هيك؟ كل هذا على فكرة جاي وفق ما نريد إحنا يعني ولا إيش؟ طيب آخر ذكر للمسجد الحرام هو في السورة 48 اللي هي سورة الفتح في الآية إيش؟ 27، وهذا سبق قلنا. إذا بدأنا العد من هذه الآية اللي هي آخر آية حتى الآية الأولى في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، كم يكون المجموع يا عماد آيات؟ 281. هون رجعنا رجوع نلفت النظر، الآن صرنا نأخذ من الآخر. طب إيش هو هذا 2581؟ هو الأرض المباركة، المسجد الأقصى، فلسطين، 636 اللي هو فتح عمر بالميلادي، و15 فتح عمر بالهجري. وإيش هو كمان؟ طيب هو المسجد الأقصى 27 رجب لما فتح صلاح الدين، 583 هجري اللي كانت تساوي إيش؟ توافق 1087. طب شو كمان لو استخدمنا معاه عبد الملك ابن مروان؟ هاي ناقص 2580 ناقص عبد الملك ابن مروان 691 للميلاد، شو أعطاني؟ 1199. نعم 1199. 1199 هو لما فتح صلاح الدين بالميلادي 2/10/1187 باليوم. طبعا فتح باثنين عشرة، ما هو ما هي 27 رجب لا مش ممكن تكون الا 12. ليش؟ لانه كانت يوم جمعه. نعم هذه مش ممكن تكون الا 12. 1187. طب نشوف هذا الرقم نفسه 2581 ناقص الميزان 456. الان ناقص، لاحظ ايش ناقص الجمل الميزان. شو اعطاني هون يا عماد؟ 1033. طب لاحظ جمل كوبة الصخرة ايش؟ 1033. لطيف. وعارف شو هو هذا؟ 1033 جمل قبة الصخرة بشيء. جمل قبة الصخرة وجمل إشي تاني. 27 رجب 583 هجري. كمان. فتح صلاح الدين. تصور إذا قبة الصخرة جملها يساوي الفتح. دقق معي، جمل قبة الصخرة يساوي 27 رجب 583 هجري. طب شو رأيك السنة اللي صلوا فيها اللي هي 691 الآن بيجي معنا للميلاد، لما بنيت قبة الصخرة؟ لا لما بنيت وانتهى البناء وصلوا. أيوة. 691 ميلادي. فإذا كان قبة الصخرة جمالها 27 رجب 583 هجري، ف691 للميلاد لما صلوا كانت 27/7/583 هجري. شوف العجب كمان نفسه نفس التاريخ، ما هو 27/7 يعني 27 رجب. قبة الصخرة 27 رجب وهذاك 27/7 نفسه. فلاحظ نرجع الآية 27 الفتح، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. شوف كيف مكتوب الرؤيا،
لتدخلن المسجد الحرام لعند هون. شو الجمل يا عماد؟ 2611. طب نشوف شو هو ترتيب هذه الآية في المصحف. هو يعني لما تعد الآيات من عند الفتحة لعند هذه الآية آخر آية ذكر فيها المسجد الحرام 27 الفتح، يكون عدد الآيات 4610 صحيح؟ نعم. فما علاقة 4610 اللي هو عدد الآيات بجمل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام؟ نعم. باعتبار انه احنا نتكلم مع المسجد الحرام الآن. طيب. لاحظ شو العلاقة. 1999 1999 فتح الأرض المقدسة فلسطين. كيفك؟ طيب. طب وهو الرقم نفسه هذا اللي هو 4610 اللي هو مجموع الآيات من البداية حتى النهاية، مش هيك هو قلنا؟ لا لا عفوا، لا ترتيب 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 الآية 27 في المصحف. نعم. ترتيبها لها ترتيبين في السورة 27 وفي المصحف 4610. شو هو أيضا هذا؟ فتح الأرض المقدسة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فلسطين 1187 برضو فتح صلاح الدين. أيوة أنت ملاحظ هون إيش؟ فتح الأرض المقدسة فلسطين، وكمان بيعجبهم مش صلاح الدين الشيعة. لاحظ لا. طبعا هم كل واحد محترم بيعجبهمش، بيكرهوه صلاح الدين معروف ليش. هون لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام ناقص 456. شو بعطيني عماد؟ 1063. شو هو 1063؟ الذي ببكة مباركة والذي باركنا حوله. أيوة، إما أن تقول الذي ببكة مباركة اللي هو المسجد الحرام، أو الذي باركنا حوله يعني المسجد الأقصى. الجمل نفسه. الجمل نفسه. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 1187 شو يساوي عماد؟ 2611. هو نفسه. هو نفسه. هو نفسه. طب عجيب، هون ما هو هون كان أدى إلى هيو شايف هون رجعنا للفتح نفسه. طيب الآن نيجي للآية نفسها 27 سورة الفتح أعطانا 817 817 ناقص 456 شو يساوي؟ المسجد الأقصى. وسبق أن لفتنا الانتباه له، بس خلينا نضيف رقم السورة هذه شفتها 27 سورة، مش رقم السورة، انبلا رقم السورة في المصحف. سورة الفتح هي سورة 48. أيوة هذيك الآية 27. إذن الآية 27، إذن 27 سورة الفتح 48، يعني هيك اكتملت السورة. صار عندنا 865. طيب. طب شو علاقة 865 بعدد الآيات من هذه الآية لعند آية سبحان الذي أسرى؟ من هذه الآية لعند آية سبحان الذي أسرى المجموع كم؟ 2581. هذا مرجعنا رجوع بالعدد. وهذا كثير تحدثنا فيه. نعم. بس الآن هي رد أجي كمان مرة ناقص هذه اللي هي ناقص الآية هاي كاملة يعني بشيك 27 سورة الفتح 48 شو بعطيني يا عماد؟ 1711. لا 1716. لاحظ شو هو اللي هو 1443 للهجرة. كيفك؟ 1443 للهجرة. قبة الصخرة هذا جمالها فهمنا اللي هو 27 رجب 583 هجري. تمام؟ ذكرناها. ممتاز. وهي 691 لما صلوا للميلاد أعطاني 835 اللي هي 27 7 583 هجري. كيفك الجمال؟ طيب هون طبعا هاي قضية بديش أعطي أثيرها الآن. نشوف الآن 691 ميلادي شو أعطاني يا عماد؟ 786. شو هي 786؟ عبد الملك ابن مروان فلسطين. كيفك؟ وهي اشي ثاني على فكرة بس مش مجالنا الان. هذه جمل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان هيك انا هون في برضو ملاحظة بديش اذكرها. خليني اجل اجمع سنة البناء وسنة التحرير. تمام؟ سنة البناء وسنة التحرير. ركزت يا عماد هون؟ مركز. مركز. شو المجموع؟ 1878 ناقص عبد الملك بن مروان شو يساوي؟ 1331. إذن شو هو 1331؟
1187 للميلاد فتح صلاح الدين. يعني بمعنى آخر لما أنا أعطي التاريخ هذا اللي هو الصلاة في قبة الصخرة والتاريخ تحريرها، إذا نقصت منه 1187 للميلاد بيعطيني عبد الملك ابن مروان، طبعا بنقص عبد الملك ابن مروان بيعطيني 1187 للميلاد لما حررت. وعلى فكرة صلاح الدين ما هو كان له دور في بعد تحريرها في بعض الإنشاءات فيها. طب نشوف الآن، هذا سنة الصلاة 691 وهذا سنة التحرير 1187، بس أضفنا لهم الآن إيش يا عماد؟ الميلاد. شو كانت المفاجأة؟ 2022. شو هذا؟ طب هون طلع 1187 بعدين طلع 2022. طيب وهي هذا كلام ما بديش أقول فيه. هون الصخرة عبد الملك ابن مروان 72، ممكن تيجي تسألني أنت، واضحة عندك؟ الصخرة عبد الملك بن مروان 72 لما صلوا في الأقصى هجري. طب ليش ما قلت هجري أو للهجرة؟ بدي أقول للهجرة بس بعد شوي. بس عارف شو هذا كله النتيجة؟ 1545. تحضر شو هو؟ أيوة 2022 للميلاد، اللي هي برضو مجموع الأسوار يا عماد. أيوة. مجموع أطوال الأسوار. طب نضيف للهجرة الآن الصخرة عبد الملك بن مروان 72 للهجرة أعطاني فتح الأرض المباركة، فإذا صار هيك فتح الأرض المباركة 2022 للميلاد. كيفك الجمال؟ طيب الآن قبة الصخرة بدنا نضيف لها اللي بناها مين؟ عبد الملك. 1580 صار المجموع. شو هو 1580؟ هذا فتح عمر، فتح المسجد الأقصى 636 ميلادي، تمام؟ فتح عمر بالميلادي. فتح عمر بالميلادي. وهون كلام برضو يبدو بديش أقوله. نيجي هون قبة الصخرة لما صلوا فيها 691 ميلادي شو أعطاني يا عماد؟ 1819. أيوة. إذن كمان مرة قبة الصخرة لما صلوا فيها 691 ميلادي 1819. أولا هي الأرض المقدسة عبد الملك ابن مروان يساوي 1819. وشو كمان؟ قبة الصخرة فلسطين عبد الملك ابن مروان 1819. لاحظ وكانت قبة الصخرة 691 ميلادي، صارت عندي ايش؟ قبة الصخرة فلسطين عبد الملك ابن مروان 1819. شو كمان؟ إلها علاقة بالمسجد الحرام، هاي المسجد الحرام 2022. إيش؟ أما المسجد الحرام هاي 418. أيوة. المسجد الحرام 2022 1819. وشو كمان؟ فتح المسجد الأقصى فلسطين 636 ميلادي. ما قلناها قبل شوي ولا لا؟ قلناها ولا لا؟ لا ما قلناهاش على فكرة. إحنا كانت هون شيء ثاني. فتح. أيوة. هذا شيء ثاني، رقم ثاني، شيء جميل. هاي كمان مرة فتح عمر، فتح المسجد الأقصى فلسطين 630 ميلادي 1819. شو كمان؟ فلنولينك قبلة ترضاها، عشان هيك أجت مع إيش؟ مع المسجد الحرام 2022. انتبهت؟ لاحظ المسجد الحرام 2022، فلنولينك قبلة ترضاها 1819. جيب عندي يا عماد. عارف 1819 ايش يا عماد؟ اذا كانت 1818 هي فتح الارض المباركة معناته 1919 ايش؟ 1818. انا بقول اذا كانت 1818 فتح الارض المباركة، ف 1819 ايش؟ قلت 1900. ف 1819 ايش؟ فاتح الارض المباركة. فهل المسجد الحرام هو فاتح الارض المباركة؟ كيف يعني؟ مش احنا قلنا المحور المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فاذا فتح الاقصى اصلا راح يعلن عن فتحه المسجد الحرام في 9 ذو الحجه، تمام؟ في ارتباط قوي قلنا، ولا تعود الامور صحيه، لا تعود الامور صحيه حتى يكون محور المسجد الحرام والمسجد الاقصى سليم من الطرفين، ها؟ تمام.
فبالتالي انت لاحظ قديش تكررت. اذا هذا خليهم يعرفوا، اذا هذا هو كله فاتح الارض المباركه، فاتح الارض المباركه، فاتح الارض المباركه، فاتح الارض المباركه، فاتح الارض المباركه. طيب قد نرى تقلب وجهك في السماء، انا باخذ العباره على فكره القرانيه من عده جوانب. شو كان نتيجتها؟ 1153 الجمل يا عماد. ايوه ها ركزت. وهذا كلام بديش اقوله الان، خليه لبعدين. شو هو هذا؟ لاحظ شو هو هذا 1153 لما بتضيف له الميزان وجمله بيكون هذا 3157. طب شو 3157؟ هو فتح بيت المقدس 2022، وشو كمان؟ فتح بيت المقدس المسجد الاقصى 1443 هجري. ما هو اصلا 1443 هجري توافق 2022 ميلادي. انت ملاحظ الجمال؟ 3157. طيب هذا ايش؟ هذا لما قلنا قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب قد نرى تقلب في وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. شو اعطاني يا عماد؟ 1972. بدنا نتعامل مع جمل الميزان 456. 2972 ناقص 1548 شو يساوي يا عماد؟ 1424. شو هو 1424؟ المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مر معنا هذا الرقم. طيب لاحظ. طب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك نولينك قبلة ترضاها 2972. لو خصمنا منه المسجد الاقصى شو بعطي؟ 2611. وين شفته انت 2611؟ لاحظ بدي ارجع الان اللي هو او هيو. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. ذكرت جملة؟ نعم. وهو ايضا لاحظ خلينا نشوفه جيد نذكرهم فيه لانه الواحد بنسى بسهولة. لاحظ لما يمر معنا الان 611 المسجد الاقصى الذي باركنا حوله 1187. انت ملاحظ؟ طيب طيب لو بدأنا من هون فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شو الرقم يا عماد؟ 2896. شوف شو هو فتح المسجد الأقصى فلسطين 1443. نقصنا منه 1235 اللي هو ايش 1235؟ عدة أشياء المسافات. من ضمنها المسافة الرقم اللي بدينا فيه شو أعطاني؟ 1661. وهي 1443 هجري يساوي 1661. طيب هو نفس الرقم الآن بدنا نخصم منه المسجد الحرام. 2896 ناقص 418 المسجد الحرام أعطانا 2478. شو هو 2478؟ المسجد الأقصى. المسجد الأقصى 2022 ميلادي. 2478 من ناقص منها الميزان 456 شو بعطيني؟ 2022. وهو أيضا المسجد الأقصى 27/7/583 هجري 1187 ميلادي. شفت الجمال؟ وهو أمور أخرى على فكرة بس بكفي هذا. طب 2896 ناقص نذكرهم ينسوا 2896 فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لاحظ 2196 ناقص 2896 ناقص المسجد الأقصى والمسجد الحرام شو أعطاني؟ 2117 يعني 2022 ميلادي. تمام. طيب 2896 ناقص 456 جملها شو أعطاني؟ 1348. وهي الجمعة 2/10/1187 لما صلاح الدين دخل الأقصى. الأقصى دخل الجمعة 2/10/1187. وهذا على فكرة رقم جميل. عارف شو هو يا عماد؟ هذا الرقم هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا إذا أضفت له كلمة ميلادي اعتبرتها سنة ميلادية وأضفت له ميلادي بيعطي 1443. ها؟ طيب إذا الجمعة 2/10/1187 ميلادي أعطاني لاحظ هاي ميلادي كمان شو أعطاني؟ 1443 اللي ذكرتها الآن. بس عند هون كان معطيني هذا فلما ضفنا ميلادي أعطاني. طيب
1896 ناقص 456 احنا في الاول 800 مالك بدك تحولها على 100 ايوه 2896 ايوه تبع تبع يا عماد 2896 احنا شو كنا ناقصين جملها 460 الميزان بس لقيت نقص الميزان نضيف نضيف اذا الان بدينا معامله الاضافه نعم ايوه معامله الاضافه الان ممتاز معناته خلص شوي راح نضيف جمل ال 456 وجمل هو الميزان آه لطيف يعني هلكت الإضافة بعد ما كان فينا التنقيص شو أعطاني 3352 شو هو هذا الأرض المباركة 2022 كيفك طيب هلكت بدنا نضيف جمل 456 شو أعطاني 4444 جميل هذا الرقم 4444 شو هو هذا فتح الأرض المباركة المسجد الأقصى فلسطين 1443 هجري 1443 هجري يعني طب الان نفس الرقم نفسه 2896 ناقص 456 و456 شو اعطى 4900 شو هو 4900 الارض المباركه المسجد الاقصى 2022 1443 جميل طيب الان نفس الرقم الان بدنا ندخل تاريخ بناء قبه الصخره 2896 ناقص 691 للميلاد لما بنيت و72 للهجره لما صلوا الناس في كما لما هذول السنتين بالميلادي والهجري لما صلوا شو اعطاني 1716 نعم اللي هي 1443 هجري وقبل شوي اعطانا هون على فكره 1443 هجري نشوف شو هو مشان نذكرهم لتحت اظن هيو 1443 للهجرة قصدك مش هجري للهجرة شو هو كانت لما نقصنا اذا 1443 للهجرة مش هجري طيب و 1443 للهجرة تساوي 1716 هذا برضو كلام الان مش وقته الرقم نفسه 2896 ناقص 456 الان يا عماد ما كناش منقصينه كنا منقصين جمله شو اعطانا 2440 شو هو 2440 المسجد الحرام 2022 برضه طب يعني لو نقصت من هذا الرقم المسجد الحرام بده يعطيك 2022 طيب نقص الان المسجد الحرام والمسجد الاقصى يا عماد احنا قبل شوي نقصنا في محل ثاني اثنين برضه في نفس العبارات عبارات الايه هاي لاحظ شو اعطاني 1600 ايش اللي هي 1443 هجري نعم انت ملاحظ طيب جيب عندي طالما قلنا انه في احتمال كبير انه الكهف هو كهف صخرة بيت المقدس اصحاب الكهف هو صخرة بيت المقدس في من ضمن الملاحظات اللي لاحظناها انه مثلا صورة الكهف 1579 كلمة ايش كمان مرة ايش هي عدد كلمات صورة الكهف كلها طبعا في تفاصيل فيها في موضوع 2022 مش قضية بس خلينا هون عدد كلمات صورة الكهف 1579 اللافت للانتباه انه هذا هو الكهف 1443 يعني كانوا بده يقول لك الاقصى 1443 ما احنا اصلا عندنا دراسه ب 100 صفحه انه الكهف هذا هو اللي تحت المسجد الاقصى اللي هي كانت البيت ثاني بيت الصخره تمام فاذا هو الان صار هيك الكهف 1443 يساوي 1579 اللي هو عدد كلمات سوره الكهف في تفاصيل ثانيه فالان قلت معناته ليش ما نستخدم كلمة الكهف ونشوف نشوف هاي الكهف طيب الكهف قبة الصخرة 691 ميلادي هذا لما ايش يا عماد لما صلوا في قبة الصخرة اذا الكهف قبة الصخرة 691 ميلادي اعطاني 1955 شو هو 1955 فلسطين 1443 للهجرة طيب هاي كمان
الكهف مشان ما يقولوش انت، لاحظ شو بيقولوا، انت هون قلت 691 ميلادي، طب ليش ما تقول للميلاد؟ الكهف قبة الصخرة 691 للميلاد 2004 وهي الميزان 456 يساوي 2004. طيب هاي رجعنا لهاي، قربوا ينسوها يا عماد، 2896 الكثيرة هاي، لاحظ ما اكثرها، طلع 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 2600، شايف شو 2600؟ لا، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ها ماشي، نرجع الى الان مشان يتذكروها لانه صعب. هاي 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 الان نقصنا منها، بقينا نزيد، حكيت نقصنا 1500 جمع الميزان شو اعطاني هذا، فهمنا 148. طيب الان اللي هو فهمناه هذا وقتها 12 تمام، طب ننقص الان 2 الميزان وجمل شو اعطاني 892، شو هو هذا 72 للهجرة عبد الملك ابن مروان لما صلوا في قبة الصخرة. طيب لاحظ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 691 للميلاد 72 للهجرة، هي صورة كاملة صح؟ 2604، شو 2604 يا عماد؟ ناقص عبد الملك بن مروان شو أعطى؟ 2057. شو هي هذه؟ فتح الأرض المباركة فلسطين. طب هذا نفس الرقم ننقص منه 456 456 شو بعطيني يا عماد؟ 600. شو هي 600؟ المسجد الأقصى فلسطين. جيب عندي جيب عندي. إذن الآن المحاضرات الجديدة اللي صرنا منزلينها 15 في العدد الجديدة في العدد اللي متعلق ب 2022 مش في الإعجاز العددي، في العدد اللي متعلق ب 2022 هاي 16 مجموعها إشي مذهل. احتمالات الصدف كما تلاحظ الآن وإن شاء الله بيكون شو الأخير هالكلام، طبعا موجود موجود بس إحنا بنستغل الفرص، مثلا كانت هذه فرصة انه يوم العيد فيش درس تفسير فبدالها كان ايش هذا الان، وهذا اجى مناسب على فكرة لانه جاء مع الحدث، حدث الاقصى المهم هذا اللي انعكساته لحد الان ايجابية على حتى على المصلين والناس في بيت المقدس، كثير منهم يعني اقترب الى الله سبحانه وتعالى وبدوا يعرفوا اهمية المسجد الاقصى. شو اللي بتأمله دائما من عرض هذه المسائل؟ ما يحيط بالناس على فكرة تماما يشبه ما كان أحاط بالمدينة من حصار الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة. هل قيت يا عماد الناس يظنون بالله الظنونة؟ ياسين شوي بشوفوا دول عظمى وبيلعبوا وبشوفوا نواطير بتلعب بالمصير الأمة وإلى آخره، بقول لك شو؟ وين رايحين إحنا؟ وتعثر النصر كثير أثر على الناس الثورات. ما هو هذه الله سبحانه وتعالى ما هذا لما تدرس التاريخ بتجد هذه المسألة بدها صلاح الدين قاتل 20 سنة النواطير اللي كانوا أيامه كانوا أشرف من النواطير اليوم 20 سنة وخمسة دخل من جنوب طبرية وخمس سنين قتل في داخل فلسطين 5 سنين. وصحيح بعد حطين مباشرة حرر القدس اشي بسيط يعني، لكن استمرت المعارك 5 سنوات في داخل فلسطين، مش زي ما بتصوروا الناس انه حطين وخلاص. تمام. فهذه المسألة لما يشوفوا الناس، لانه الله سبحانه وتعالى كأنه من رحمته انه الناس الان لما تشوف تدرك انه التفاعلات الكيماوية بدي اسميها انا الاحداث دائما زي التفاعل الكيماوي دائما بنتج شيء جديد، يعني العناصر اللي بتدخل في التفاعل ينتج عنها شيء جديد ولا واحد منها مش هيك عماد؟ صح. فبالتالي الاحداث هذه كلها وتداخلات هنا وهناك هذه كيمياء، كيمياء بدها تنتج شيء جديد. طب هذا الشيء الجديد صعب جدا لبشر ان يتنبأ فيه، اي بشر كان تأتي النبوءات بهذه الطريقه
بتزيل اليأس من نفوس الناس وبتعطي معنويات. ليش بقصد نركز على تعطي معنويات؟ لأنه يبدو اليوم يستخدم الإعلام يا عماد في ضرب معنويات الناس، وهناك المتآمرين خصوصا أصحاب العروش الزائفة اللي ما هي الشرعية معنيين إنهم يضربوا معنويات الناس خوفهم عروشهم تزال. تصور الدناءة بتوصل لدرجة إنه الواحد فيهم من أجل أن يكون على العرش مستعد يبيع كل يبيع دينه ويبيع أمته ويبيع كرامته وكل شيء. هذول كلهم ولا واحد أفكر بشذ، ولا واحد فيه، لأنه طالما قبل لنفسه أن يكون زعيم غير شرعي على رقاب الناس، هذا إنسان لا يصلح إطلاقا، هذا مش بشر في هذه العصور في القرن 21. طب في القرون القديمة كان تجد عصبته موجودة، الحاكم الناس دعمته، لأنه أما اليوم بيصنعوا جيوش بطريقة تبطش بالشعوب، مستعدة تبطش بالشعوب من أجل الراتب. يعني هذول مش بشر، ولا بيعرفوا دين ولا بيعرفوا قيم، بيعرفوا عروشهم. فالآن الإعلام بيشتغل على معنويات الناس. المعنويات مهمة جدا في أي معركة وصراع، وسبق قلنا أنه بعض قادة الغرب اعتبر أنه العسكريين أقصد، وحتى ممكن يكون نابليون بس نسيت الآن النسبة هو اللي أعطاها، أنه 70% للمعنويات و30% للقوى العسكرية. طبعا هو أعطى ممكن يكون نسبة أكبر، بس ما بتنزلش عن 70% للمعنويات، هيك في معاركه 70% للمعنويات والباقي للقوة العسكرية والإعداد والخطط والتفاصيل كلها. تمام؟ فهي يفهموا الناس الكلام، المسألة إلها علاقة بالمعنويات، وقديش أنت قديش أنت واثق، تمام، وقديش حريص، وقديش عندك استعداد للتضحية. هون الله سبحانه وتعالى بنعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.